هلو نادين، انت دايما تقولي كلي بطيخ عشان بشرتك. كلي بطيخ، بقيت ماشيه على طول ببطيخه في ايدي. طب جاهزه نشوف المكون الاساسي؟ اوكي اتفضل. طلبت طبقكم نصكم حبه. الله شفتي؟ nice. بصل اخضر. اوكي وبس ده اللي هان عليكي يا امي. عندك الشجر الكزبره وبقدونس. هيدا هيدا بس للزينه. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. بيستخدموا الهون في ايه؟ بالثوم؟ لا وبالسبوع. بالسبوع؟ اسمع كلام امك، ما تسمعش كلام خالتك نادين، اسمع كلام طنط. يا سلام، من ساعة ما بدأنا الحلقة وهي متواضعة جدا جدا. هوا هوا. ايوه هوا هوا. ايوه هوا مال قلبي ومال عيني.